انت بتتفرج على المباراه، مباراه الاهلي والاهلي بيخسر 5، كان شعورك ايه؟ بص انا ببقى في اوقات ما ببقاش مصدق يعني ايه، يعني ايه ببقى مستغرب قوي ان الاهلي يخش فيه جون واثنين وثلاثه وتوصل لخمسه، وكان ممكن النتيجه تزيد عن كده. بس السوق اللي النادي الاهلي فيه في المباراه على فكره من المنظومه بقى، لو اتكلمنا نتكلم على المنظومه سواء مدير فني ولاعيبه، لا هم في حاله صعبه قوي. انا بكلمك انت كشعورك كراجل اهلاوي طبعا، انفعلت واتضايقت اكيد. طبعا زعلان. انا كان عندي ماتش كمان، احنا كان عندنا ماتش امبارح فالمباراه بس كانت بدري يعني، احنا كنا 7 والمباراه 3، فقدرنا نتفرج على تقريبا يعني جزء كبير من الماتش، جزء كبير حوالي 90% من المباراه، ما شفناش الجون الخامس يعني. انما عرفنا برضو بعدها على طول ان الاهلي كمان جه فيه الخامس كمان يعني، فكانت صعبه قوي علينا. كنت قاعد انا وجدي بنتفرج على المباراه فطبعا بنزعل طبعا. بس خد بالك برضو ايه، زي ما بقول لك يا كابتن كريم، الخساره وارده في الكوره ونتيجه كبيره. بس طبعا ما الاهلي خسر لو حضرتك فاكر من انجولا، فرقه من انجولا بيترو اتلتيكو، بيترو اتلتيكو خسر كام؟ خسر 4 في القاهره، وفي القاهره 4-2 تاني، خد البطوله في الاخر وخد البطوله. يعني قصدي اقول لك ان ممكن يعني بقول انا برضو مش عايز الاقي مبرر، ان طبعا اللعيبه ما كانش امبارح موفقه، ومعاهم برضو الشناوي، هنتكلم على الشناوي طبعا، هنتكلم على الاهداف. لو اتكلمنا طبعا على الاهداف امبارح قبل ما نتكلم على الاهداف